السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أحاول إن شاء الله شرح الفرق بين القرص الصلب HDDD و SDDD، ولماذا يجب علينا شراء حاسوب الذي يحتوي على القرص الصلب SDDD وليس HDDD. ولمعرفة القرص الصلب الموجود داخل حاسوبك عليك باتباع الطريقة التالية. يعني تذهب إلى أمر الرشاش في هذا لاباغ ديتاش وتكتب الأمر التالي: Windows Power Shell Power Shell System. يعني كنمشي لهاد Windows Power Shell System Power Shell System، وكنكليكو على هاد Power Shell System. ثم كدرنا هاد النافذة هادي، انطلاقا من هاد النافذة هادي غادي نكتبو الأمر التالي: Get ثم ناقص يعني تيري ديال سيس لا ناقص، ثم Physical Disk Physical ديسك. يعني كتكتب هاد الامر هادي get physical disk، ثم كضرب انتري وكتنتظر واحد 3 ديال الثواني ولا 4 ديال الثواني. ريتما باش السيستم يقلنا لو ديسك ديالنا. دونك هنايا اللي كتلاحظوا راه عطانا السميه ديال هاد ديسك دير سميتو سامسونج. ثم هنايا بدنا بين لينا لو ميديا تيب ديالو هو SSD. يعني انا كنعرفوا بان هذا لو تيب ديال لو ديسك ديال اللي عندي في هذا لورنياتور ديالي راه من النوع ديال SSD، يعني راه النوع الجيد ديال لي ديسك ديال اللي هما خفافين. وهنايا ما عطاناش لا طاي، غادي تعاود تكتب نفس الامر باش يعطيك لا طاي مزيان. غتعاود نفس الامر تكتبه مره اخرى: get دير عاوتاني ناقص physical disk physical ديسك ثم دير اونتري. هنايا الى لاحظتي نفس الطريقه راه عطانا لو تيب ديال لو ديسك دير، قلنا كما قلنا هو الاس اس دي، ثم لا طاي ديال لو ديسك دير ديالنا اللي عندنا السايز ديالو هو 238.47 جيجا اوكتي، هي لا طاي ديال لو ديسك دير اللي عندنا في هذا لورنياتور ديالنا. ولو تيب ديالو كما قلنا راه ديال الاس اس دي، يعني من النوع الجيد السريع الذي ينصح بشرائه. وللجواب على السؤال لماذا يجب علينا اختيار حاسوب الذي يحتوي على القرص الصلب من نوع ديال SSD وليس من نوع ديال HDD، لأن النوع ديال HDD يعني النوع القديم ديال HDD كيحتوي على دي بلاطو روتاتيف، يعني كيتكون من مجموعة ديال لي بلاطو اللي هما كيدورو بواحد السرعة اللي هي كبيرة بزاف، وأثناء الكتابة أو قراءة المعلومات في الداخل ديال لو ديسكور، يعني لي بلاطو هما اللي كيكونوا لي تيت ديال ليكريتور مع لا ليكتور في الاتجاهين ديال لي بلاطو. وهنايا كيكون استهلاك كبير طاقة بشكل كبير بالمقارنة مع لو ديسكور ديال لي سي اس دي، وأيضا يستغرق وقت طويل أثناء كتابة وقراءة المعلومات، ولا ملي كتبغي تفتح شي بروغرام أيضا كياخد واحد وقت طويل باش غادي يمكن له يتحل، لأن لي بلاطو ديال لي ديسكور كتكون فيهم حركة ميكانيكية اللي هي كتستهلك الطاقة بشكل كبير بالمقارنة مع لي ديسكور ديال لي سي اس دي. بينما بالنسبة للنوع ديال لي سي اس دي الذي ينصح به وينصح بشراء حاسوب الذي يضم هذا النوع ديال لي ديسكور ديال لي سي اس دي، لو ستوكاج كيتم بطريقة لو ستوكاج ديال لانفورماسيون في الداخل ديالو كيتم بطريقة إلكترونية دون دي ميموار نون فولاسي. وبالنسبة لهاد النوع ديال لي ديسك دير قلنا ديال لي سي اس دي ما كيستهلكوش طاقة بزاف لأن ما كتكونش فيهم الحركة الميكانيكية، وأيضا يتم تشغيل البرامج بسرعة يعني أكثر من 5 مرات بالمقارنة مع لي ديسك دير ديال الأس دي دي. دونك لهذا يعني الاختيار ديالها دائما كما قلنا ضروري يكون اختار ديسك دير من نوع ديال اس اس دي، هو اللي كيكون خفيف وحتى الحاسوب كيشتغل بواحد الخفه اللي هي كبيره، وكيبان واحد الفرق كبير ما بين النوع ديال لو ديسك دير لونتيناتور اللي فيه لو ديسك دير من نوع ديال اس اس دي ولا لو ديسك دير اللي فيه النوع ديال اتش دي دي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.